السلام عليكم، انا دكتوره هيثم سليمان، مدرس امراض القلب في كليه الطب جامعه الفيوم. معانا دكتوره شيرين عامر. دكتوره شيرين عامر، انا فاميلي فيزيشن وكونسلتنت اوكيبيشنال اندستريال ميديسن. دكتوره غاده كازامل. دكتوره غاده كازامل، كارديولوجي كونسلتنت معهد القلب القومي بالبلاد. احنا هنوري حضراتكم النهارده ازاي ان احنا نلبس ونقلع البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت بشكل سليم يحمينا وما يخليناش يحصل لنا انفكشن. المايند يو ان كل الحاجات الموجوده دي صناعه مصريه ليها نفس المواصفات بتاعه اللي بره، ومن الناحيه الثانيه دي ايكويبمنت تتلبس بس في المستشفيات، دي ما ينفعش تتلبس في اي حته ثانيه، ما ينفعش تلبس بره، ما ينفعش تلبس البروتكشن الا جوه المستشفيات. لازم واحنا بنلبس البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت او بنقلعها يبقى عندنا تشارت على الحيطه. التشارت اللي على الحيطه دي فيها الستبس كلها مترقمه عشان ما ننساش حاجه خالص، وعشان الانفكشن كنترول المسؤول بتاع الانفكشن كنترول يبقى بيراجع معايا كل حاجه. اول حاجه هبدا بيها زي ما هنبدا اي حاجه ان انا ديسانفكت ماي هاند بالرابنج الكول واعمل كومبليت ديسانفكشن لماي هاند. تاني حاجه طالما ايديا بقت ديسانفكتد لازم البس الفيرست جلوفز، ولازم طبعا بتاكد في كل ستيب ان الجلوفز بتاعتي او اي ايكويبمنت انا بستخدمها كلها سليمه ومش مقطوعه ما فيهاش مشاكل. تمام، لبستها. بعد كده انا راسس الايكويبمنت بتاعتي كرونولوجيكال. اول حاجه بلبسها بلبس الديسبوزبل جاون، وده اوفر اول جاون. كيف نوتس انه لو كانت فيميل فهو لازم يتلبس الاوفر هيد علشان يتلم الشعر كله ويبقى فيتد كويس قبل ما يتلبس السنجل يوز جاون. طبعا الاريا اللي انا لازم اغير فيها دي لازم تكون كلين اريا، ما يبقاش فيها اي possibility فور انفكشن. انا بلبس الجامب سوت او الجاون. Keeping in consideration, if I have a problem in the balance, I can sit during wearing the, my overall. بعد ما بلبس الجاون لازم اشد الجاون، وبعدين اتاكد ان الجاون ده is completely sealed من تحت لفوق لحد النك. بعد كده بشد الستراب عشان اتاكد ان هو كومبليتلي سيلد. المفروض ان انا زي ما الدكتوره شيرين قالت يا اما ابقى لو في ميل لازم تبقى لابسه اوفر هيد. بعد كده انا ببدا البس عشان ما انساهاش، البس الاوفر شوز بتاعتي واتاكد ان هي برضه سيلد. الاوفر شوز بيعمل سيلينج اوفر السنجل يوز جامب سوت مش تحتيه، وما يتعملش سيبريشن بين الاثنين. تمام كده، دي الفيرست لاير اللي تعتبر بدل السكراب. يعني دي انا ممكن بعد كده لما اعمل دافنج للايكويبمنت بتاعتي البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت ممكن اغير عليها تاني، لان دي هتبقى الكلين ليفل. بعد كده انا المفروض ان انا عامل فورم في السوت. لو كده نعمل فورم تاني. بوز لازم صباعنا الكبير يطلع من الفتحه دي. وليه بيحصل كده؟ عشان لما بنيجي نعمل دافنج للايكويبمنت ما نلاقيش فجاه ان انا السليف ده وصل لحد هنا ولحد هنا، كل الحته دي بقت كونتامينيتد. بعد ما عملت اول لاير البس الماسك بتاعي ال N95 ماسك. فبجيب ال N95 ماسك وبعمل الفيتنج تيست. يعني ايه بعمل الفيتنج تيست؟ ده عشان الماسك ده الديزاين بتاعه مختلف سنه، فانا كل اللي بعمله ان انا بحط الستربس بتاعت الماسك، بتاكد ان في واحد فيهم
فوق ودان او الاثنين فوق ودان على حسب الفيتنج بتاعي عامل ازاي. بعدين بعد كده بايديا الاثنين لازم اضغط على الدعامه بتاعه النوز عشان اتاكد ان هي كومبليتلي فيتد. بعد كده ابدا ابريس في الماسك فوق وتحت واعدله زي ما انا عايز لحد ما يبقى كومبليتلي فيتد. كده انا لبست الماسك بشكل سليم. بعد ما لبست الماسك بشكل سليم المفروض ان انا بكفر الهود ده، وكده انا لبست اول لاير كلها بشكل كومبليت. بعد اول لاير هبدا البس تاني لاير، وتاني لاير دي اللي هي ريوزابل امبرميبل جاون. هجيب الجاون برضو انا متاكد ان الجاون ده كله كويس ومفيش فيه اي كراكس، بلبسه برضو بنفس الطريقه. متأكد ان هو واصل لحد الاخر خالص. بعد كده لازم اقفل عليه عشان اتأكد ان هو بقى completely sealed. بعد ما عملت كده لازم البس الاي بروتكشن. طبعا احنا ممكن اعمل تيست الحركة، المفروض ان انا بختار السايز بتاعي. كده انا تست الحركه بتاعي كويس، بلبس بعد كده الاي بروتكشن. بليز كان يو شو ذا يوز اوف جلاس ويز ذا جوجل، يعني ازاي تعمل فيتنج يور اي جلاسز في الجوجل نفسها. انا دلوقتي لو الاي جلاسز بتاعتي انا لابسها لوحدها كده، بعد كده جيت البس عليها الجوجلز، انا محتاج ان انا من غير ما احط الاستراب احط اجرب ان انا احطهم. لو الاثنين بقى في ريزيستنس ما بينهم ده معناه ان لو انا لبستها هيبقى في سبيس ما بينهم، فانا كده مش بروتكتد من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه هتشبر جامد. فكل اللي اعمله ان انا بقلع الاي جلاسز بتاعتي بدخلها جوه الجوجلز عشان يبقوا هما الاثنين يونت واحده، تبقى كلها جوه الادجز بتاعه الجوجل. بعد كده بلبسها بهدوء. خلاص بقت فتت كلها مره واحده، بمسكها كلها از وان يونت واضغط شويه. بعد كده المفروض ان هي كده بقت فتت كلها. وعشان انا لابس الاثنين از وان يونت فبحط عليهم الهود التاني، لان انا بعد كده هقلعهم از وان يونت وفيهم النضاره بتاعتي، فلازم يبقى الاستراب ده كمان بروتكت. بعد ما لبست كل دول هبدا البس السكند جلوف. اول جلوف كان تحت الكمام بتاعه اول لاير، سكند جلوف لازم يبقى فوق الكمام بتاعه اللاست لاير. خطوة زيادة، ايه الخطوة الزيادة دي؟ ان انا استخدم N95 ان انا استخدم سيرجيكال ماسك. السيرجيكال ماسك ده احمي بيه ال N95 ماسك لو انا عايز. لما بعمل كده لازم بعد ما البس السيرجيكال ماسك ده اعمل فيتنج تيست تاني، اتاكد ان كل الحاجات بتاعتي بروتكتد. انا ممكن دلوقتي ان انا استخدم السيرجيكال ماسك كبروتكتور بس لل N95 ماسك. في الوقت ده مش هبقى محتاجه ان انا اربطه فيري تايت، المهم ان انا ابقى متاكده ان ال N95 هو اللي كفرز وهو اللي سيف. كده البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت كلها جاهزه.
in case ان انت you need to use the face shield. انا لو انا هعمل اي حاجه aerosol generated procedure يبقى يستحسن ان انا مع كل البروتكشن دي ابقى لابس كمان الفيس شيلد. بلبسه ازاي؟ انا عامل الاستك بتاعه على الايدج اللي بره، بفكت الاول على الفور هيد، بعد كده بسحبه يبقى كده الفول بروتكشن بقى. اوكي بص، اخر ستيب خالص ان انا البس البوت، ودايما بختار بوت يبقى سهل ان انا البسه واقلعه ايفن وداوت ايه. انا كده فولي بروتكتد لما ادخل الرعايه عشان ابروتكت بقى الايكويبمنت دي كلها. اللي ناقص ان انا البس عليهم سيرجيكال جاون. ولازم السيرجيكال جاون ده يبقى مقفول كفرنج ظهري كله، ما يبقاش فيه حته من ظهري مكشوفه. I'm ready for any or the most dangerous procedures اللي ممكن تعمل في الرعاية.